عقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا جلسة مباحثات ثنائية مع جيف ميلر الرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون، وخلال اللقاء أشاد الملا بالعلاقات الاستراتيجية مع الشركة، وشدد على أهمية دور الشركة في تقديم الخدمات والدعم للأنشطة في مجال البحث والاستكشاف في مصر، خاصة في المناطق الجديدة، وزيادة الاستفادة من خبرات شركة هاليبرتون في مجال الإنتاج من المصادر غير التقليدية والحقول المتقدمة ونقلها التجارب الناجحة والدراسات العلمية في هذا المجال.